قل يعني كتب كثيرة في التوحيد، لماذا نبدأ بالأصول الثلاثة دائما ثم القواعد الأربع؟ لأننا طلاب. الطالب لا يتكبر على العلم ولا على العلماء، يسير على النهج الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. لا تطلب العلم على ما تريد أو على ما يذكر لك بعض الأشخاص، هذا لا يصلح. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.